بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على منوال سنته وشريعته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه ليوم سعيد مبارك وساعة طيبة مباركة تلك التي نجتمع فيها في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، لنتذاكر أمور ديننا ولنستمع معا إلى مسائل موضوع من أهم الموضوعات التي تشكل سلوكنا والتي يجب أن نصوغ حياتنا عليها، وهي في نفس الوقت تمثل مبدأً من أهم المبادئ الذي يحكم الفروع الفقهية التي كلفنا الله عز وجل بها، وهو مبدأ اليسر والتسهيل ورفع الحرج عن الناس، لأن الله عز وجل حين أنزل شرعه لم يقصد بذلك أن يعذب عباده أو أن يشق عليهم، فقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز من قائل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس أخذا بالأيسر في دين الله عز وجل، فكان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد بنيت أحكام الشريعة الإسلامية على اليسر والتسهيل والتسامح، حتى لا يشق أمر التدين على الناس، وحتى يعبد الناس ربهم وهم في حالة من الأمل والفرح والسرور بما شرعه الله لهم وبما تفضل به عليهم. ولقاء اليوم له معنى خاص، لأنه يجيء كحلقة أولى في مبادرة من أهم وأعظم مبادرات وزارة الأوقاف في تقديم الدين للناس، وفي إظهار وجه جديد من وجوه الدعوة الإسلامية، وذلك بفضل الله ثم بفضل معالي العالم الداعية الجليل الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي يتابع أمر الدعوة ساعة فساعة ولحظة بلحظة، ويقدم فيها الجديد الذي يدخل إلى قلوب الناس قبل أن يدخل إلى مسامعهم. هذا اللقاء يجيء كأول حلقة في هذه المبادرة التي أعلن عنها معالي الوزير لتكون برنامج عمل للوزارة في هذا الشهر، وهو اختيار موفق واتجاه كريم ودعوة صميمة إلى دين الله عز وجل، توجه الناس إلى التيسير بعد أن حاول البعض أن يحنطوا دين الله وفق أهوائهم ووفق هواهم، وقدموا الدين بصورة جامدة بصورة فظة لا تنظر إلى الجانب إلا إلى الجانب السلمي في أمور التعامل وفي أمور العبادة، فصرفت الناس عن التوازن في أداء الأحكام الشرعية. وكما تعلمون فإن أحكام الله موزعة بين العباد وبين الله تبارك وتعالى، فاشتطوا في جانب على حساب آخر. لقاء اليوم يبين لنا أن الدين يسر، وأن الله عز وجل قد شرع اليسر في هذا الدين قبل أن ينزل الفروع التي ركب فيها هذا اليسر. ويشرفنا كذلك أن يكون معنا نخبة من العلماء الأجلاء من أكابر علماء الأزهر الشريف وعلماء مصر، التي رفعت راية الدعوة الإسلامية وما زالت ترفعها في العالمين حتى شهد بفضلها القاسي والداني. وها هي الدول العربية والدول الإسلامية تتسامع بالمستوى العظيم الذي وصلت إليه الدعوة الإسلامية في مصر،
وتحديدا في وزارة الأوقاف المصرية، بفضل الله ثم بفضل جهود معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وهذه الكتيبة الطيبة من العلماء الصادقين المخلصين الذين يلتفون حوله وينفذون توجيهاته ويأخذون الدعوة المأخذ الصحيح ويبلغونها للناس بأمانة ويسر والتوجه صحيح يفيد الناس في دينهم ودنياهم. معنا في هذا اللقاء مجموعة من أكابر العلماء كما قلت، يجيء على رأسهم الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة ترقية الأساتذة في الفقه وأصوله، وهو عالم جليل مشهود له بالتحقيق والتدقيق وتناول الأحكام الشرعية من جانب أسرارها التي لو اطلع عليها الناس لاستفادوا منها استفادة كبيرة ولأثرت عليهم تأثيرا طيبا في سلوكهم وفي علاقتهم بربهم وفي علاقتهم بأنفسهم. كما يشرفنا أيضا عالم جليل وأستاذ كبير في الفقه المقارن، ومعالي الأستاذ الدكتور سيف الدين رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، وهو فقيه كبير مشهود له بالبحوث الفقهية المتعمقة في فقه الشريعة الإسلامية وأصولها، وله مؤلفات عديدة تدل على عمق تناوله وعلى دقة فهمه لأحكام الله عز وجل. كذلك أيضا يشرفنا معالي العالم الجليل الفقيه الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، وهو وإن كان قد تأخر قليلا إلا أنه في طريقه للوصول إلى هذه المنصة الكريمة وإلى هذه الساحة الطيبة الطاهرة، ساحة مولانا الإمام الحسين، وهو عالم جليل أستاذ في الفقه المذهبي، وهو كذلك نائب رئيس جامعة الأزهر لكليات جامعة الأزهر بالوجه البحري. يشرفنا كذلك عالم من العلماء الموعودين الأجلاء المشهود لهم بالكفاءة في البحث الفقهي وتقديم ما هو جديد فيه بدقة ويسر وأمانة، وهو العالم الجليل الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وهو مشهود له بالكفاءة وبالعلم وبالنزاهة في التناول الموضوعي للأمور التي تقدمها الشريعة الإسلامية لعباد الله عز وجل في كل زمان ومكان. ويشرفني أنا العبد الفقير أن أكون بهذه الصحبة الطيبة مستفيدا منها ومشاركا معها فيما يقويني الله عز وجل على أن أقدمه في هذا المجال. أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الأخذ بالأيسر في دينه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ مصر من كل مكروه، وأن يحفظ أهلها وبلادها ومدنها وقراها من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء، واحفظنا واحفظ أهلنا واحفظ رئيسنا واحفظ حكومتنا واحفظ كل من يقدم خيرا لهذا البلد المعطاء الكريم، مصر الكنانة، مصر المحروسة بإذن الله وحفظه ورعايته. يشرفني ويسرني أن أقدم في بداية هذا اللقاء العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي ليحدثنا عن التيثير في دين الله عز وجل في بابين من أهم الأبواب الفقهية التي تقتضي التيسير وتستوجب التخفيف، وهما باب الصيام وباب الحج. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا من الله عز وجل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الشريعة وسماحتها لا يخفى على إنسان عنده عقل، وما أصدق قول القائل: وما ضر الورود وما عليها إذا المزكوم لم يطعم شذاها. فمن لم يدرك يسر
إسلام ويسر الشريعة فالعيب فيه وليس في الشريعة. لن أتكلم عن اليسر كثيرا، فهذا أمر معلوم، والكلمة الموجزة التي ذكرها أخونا الكبير الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الله النجار تكفي. وأنا حسب الوقت سأذكر رؤوس أقلام إن صح التعبير، كل منها يظهر يسر الإسلام وسماحته في كتابي الحج والصيام. رؤوس أقلام: الكل يعلم أحكام الحج، لكن هناك أشياء دقيقة تظهر عظمة فقهاء الأمة حيث أظهروا سماحة الإسلام فيما قالوا. بالنسبة للحج، كلنا يعلم بأن هناك مواقيت مكانية للحج، والسؤال: هل يجوز من باب التخفيف والترخص الإحرام من جدة؟ الجواب: نعم. رؤوس أقلام لن أناقش. طيب، أنا عند الميقات في الطائرة رجل أغمي عليه فلم ينوي، نزل جدة، لن ينوي في جدة، بل لو أغمي عليه يوم عرفات وحضر صومه صحيح ووقوفه صحيح، بل قال الأحناف: لو لك زميل في الطائرة وأغمي عليه في حال الإحرام لك أن تحرم عنه بعد إحرامك عن نفسه. هذا يسر، هذا يسر. أحيانا يكون ازدحام شديد في الطواف، والفقهاء يقولون في الكتب من شروط صحة الطواف، من شروط صحة السعي أن يقع بعد طواف حتى لو كان طواف قدوم. هل يجوز لي عند الازدحام الشديد في الطواف والمسعى خال أن أبدأ بالسعي قبل الطواف؟ نعم يجوز هذا، وهذا مأثور عن بعض الصحابة وبعض السلف. هذا يسر، هذا يسر. واحد يروح بيشتري طاقية في الحرم هناك في مكة وهو محرم، يقولوا لا لا عليك في ليه؟ لبس الطاقية يشوفها مقاس ولا مش مقاس، ما فيهاش حاجة، ما فيش فدية عند الإمام حنيفة إلا إذا لبست الشيء معظم اليوم. بتشتري رائحة شمتها ولم تضع منها شيئا على جسدك، لا شيء عليك. كل هذا أمر ربما الناس تسأل عنه هناك كثيرا ولا يجدون من يجيب. جواز الطواف على غير طهارة؟ نعم. من منا يستطيع المحافظة على الطواف بطهارة؟ النساء في كل مكان، وإيدك ممكن تلمس إيد امرأة أو رجلك رجل امرأة. إذن السادة المذهب الظاهري لما قال يجوز ولا شيء عليك، ماشي، كلام جميل. الأحناف قالوا يصح مع فدية، لكن ليه؟ في رأي آخر يقول لك ما يشترطش. وأنا الآن أذهب وأطوف ينتقد وضوئي وأخرج مش هيدخلوني. في أمور يجب أن الفتوى تختلف باختلافها، تختلف بإيه؟ حسب الظروف اللي قدامي. الحضور إلى عرفات في سيارة الإسعاف ماشي، حجه صحيح ووقوفه صحيح. طب لو فرضنا في ظروف قهرية أصابت المسلمين والازدحام يضر بهم إن اجتمعوا جميعا يوم عرفات، هل ممكن تقسيم الحجاج إلى دفعات؟ دفعة تقف بعد الفجر وتنصرف قبل الظهر. نعم، الحنابلة قالوا الوقوف بعرفات يبدأ من بعد الفجر، ونصوا في الكتب أنه لو وقف بعرفات في الصباح أو بعد الفجر وانصرف قبل الزوال وقوفه صحيح. لما لا نقرأ حتى نبلغ الناس هذا اليسر وهذا التسامح؟ في مزدلفة
الواحد المالكية عندهم بقدر ما تحط تنزل من السيارة وتاكل وتشرب لقمة كده وتصلي المغرب والعشاء، عايز تنصرف انصرف ولو لم تمكث إلا ربع ساعة. وأقول لك شيئا مهما، من منتصف ليلة العيد يصح ان انت تطوف طواف الإفاضة وترمي الجمرات عند الشافعية والحنابلة؟ عند الشافعية والحنابلة لك ان تطوف طواف الإفاضة من منتصف الليل، يعني انصرف من مزدلفة الساعة 11:30 مثلا، ارمي جمرة العقبة واروح اطوف قبل الفجر، واحلق قبل الفجر، يبقى تحللت التحلل الاصغر اكثر. لما نفتي الناس بان لابد ان يكون الطواف بالنهار ولابد الجمرات؟ لماذا؟ لماذا؟ ده مذاهب، مذهب الشافعية والحنابلة يبدأ الطواف من منتصف الليل، وكذلك رمي جمرة العقبات من منتصف الليل. أليس في هذا تيسير وتسير على الناس؟ ممكن إنني لابد أروح عند الحلاق يحلق لرأسي؟ لا، ممكن تحلق لنفسك، لأنك تفعله من باب النسك وليس من باب فعل محظور، فيجوز لك أن تحلق أقل حاجة ثلاث إيه؟ ثلاث شعرات. المبيت بمنى، لو أنك ذهبت، وأرجو أن تذهبوا جميعا يا رب، زحام شديد، هل يمكن إفتاء الناس بجواز المبيت في الفندق في مكة ويرموا بالنهار ويرجعوا؟ نعم، ما المانع؟ السادة الحنفية يرون أن المبيت بمنى سنة، يبقى غيرهم قال واجب، الأحناف قالوا سنة، لما لا نفتي الناس بما يكون فيه تسهيل عليهم لنظهر رقي فكر علماء الأمة الأجلاء في كل وقت؟ الرمش ده في، لو في زحام في الفقهاء في السادة عند السادة الحنفية قالوا لو في زحام شديد يسقط الرمي عن المرأة، بل نص في كتبهم والرجل كذلك، واحد فيه زحام شديد ورجل كبير ولا يستطيع أن ينيب، له أن يقول يسقط عنه الرمش. في هذا تسهيل ولا ما فيش تسهيل؟ حتى لو رمى سبع جمرات مرة واحدة الفقهاء يقولوا لا تحسب إن شاء الله مرة واحدة، هناك فقهاء قالوا تحسب بيبقوا السبعة. لما لا نفتي الناس بهذا؟ في أمور كثيرة في الحج يجب إعلام الناس بها. وأنا قلت مرة النفرة من منى في اليوم 12 من ذي الحجة، الكل يقول ننصرف من منى قبل المغرب، لأن إذا غربت الشمس لابد نبات ونرمي في اليوم 16. لا، السادة الأحناف عندهم لا تلزم برمي اليوم 16 إلا إذا أذن عليك فجره وأنت في منى. ورد في السنة ما يدل على أنني يجوز أن أرمي الجمرات مقدما، يعني أول يوم من أيام منى أرمي لليوم الثاني والثالث، لم أرمي جمرات في اليوم الأول ولا الثاني، ممكن أرمي 70 حصاة في اليوم الأخير؟ نعم، لأن الأيام كلها كيوم واحد وقت للرمش. هذه أمور فيها تسهيل كثير للناس، وأنا والله يعني بقول حسب يعني رؤوس أقلام، وعندي أدلة كل شيء أنطق به وأقوله. تعالوا للصيام، بخاخة الرب خلاف كبير، أنا أرجح وفي مؤتمر طبي للمسلمين عقل أنها لا تفطر. أخذ عينات الدم، نقل الدم من إنسان لإنسان، كل هذا ما يفطرش، كل الحقن اللي خلاها ربنا ما تفطرش، اللبوس ما يفطرش، الحقنة الشركية ما تفطرش، احنا كل حاجة تفطر. كيف هذا؟ المنظار ما يفطرش، بعضهم اشترط قال إن ما يكونش فيه مادة لزجة كده وهو داخل جوه،
السادة الحنفية عندهم الحاجة اللي تفطر اللي تدخل الجوف وتستقر. فهنا البتاع المنظار بيدخل ويطلع، يفطر ليه؟ عايز اعرف يفطر ليه؟ يبقى منظار المعدة ومنظار تركيب لولب، التداوي بالغرغرة، التداوي بالأكسجين، حاجات حديثة كلها. ما تفطرش، ما تفطرش. الأدوية اللي بتتاخد تحت اللسان، الحبوب للناس اللي عندها مرض قلب، ما تفطرش، ومنصوص عليها، كتب الفقه نصت على هذا. بل أقول لكم شيئا تتعجبون منه، كلكم يا علماء الأمة ويا أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون بأن الذي يجامع زوجته في رمضان عليه الكفارة العظمى، كلكم تقولون هذا، وتقولون إنها على الترتيب، مفيش عتق الوقت، يبقى صيام شهرين ما يقدرش، يبقى يطعم من 60 مسكين. السادة الملكية قالوا الكفارة على التخيير، يخير تقدر تصوم ولا تقدر تطعم. بل روي عن الإمام مالك القول بالإطعام، وروي عنه غير رواية التخيير كمان، دي حسب كل إنسان، حسب ظروف كل إنسان. بل أعجب من هذا ما ذكره ابن قدامة في كتابه المغني عن سعيد بن جبير والشعبي والنخعي، قالوا لا كفارة في الجماع في رمضان. كأن هو النبي عليه الصلاة بيّن الرجل الأفضل والأكمل يعني، لكن مش من باب الإلزام. قالوا له مش من باب الإلزام، لأنه بيقول له هل تجد كذا؟ يقول لا. هل تجد كذا؟ لا. طب ما الذي ترتب على هذا؟ في قضية أصولية بتقول لي الاستصحاب المقلوب. أهل العلم يعلمون أن الاستصحاب هو ثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول. الاستصحاب المقلوب لا، هو ثبوت أمر في الزمان الأول بناء على ثبوته في الزمان الثاني. ما معنى هذا؟ قالوا لو أن رجلا عليه يوم رمضان ويقضيه في شوال، واتصل بزوجته أثناء الصيام، الصيام ده قضاء رمضان، قالوا لا تجب عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما وجبت عند من أوجبها لحرمة الشهر. إذا من جامع زوجته في صيام قضاء رمضان لكفارة عليه. فقالوا هذا الحكم يسري من باب الاستصحاب المقلوب على من جامع زوجته في نهاية رمضان. عقلية عجيبة. أعتقد بأن يعني بيننا وبين هذا التفكير العميق بيننا وبينه يكون شاسع. لا أقول لك أفتي الناس بهذا القول، لكن أقول لك موجود هذا في الفقه الإسلامي، ويدل على مرونة الفقه وسهولته. بل إن السادة الشافعية حينما أوجبوا الترتيب وقالوا الصيام الشهرين وكده، قالوا من عنده شبق ميل إلى زوجته ولا يستطيع الصبر لا يسيب الصيام وينتقل للإطعام. لما لا نبين للناس هذا؟ هي آراء حفظناها في الكتب وفي المعاهد وفي المدارس، ولا نقول أبدا. القرآن بيقول لي كنتم خير أمة أخرجت للناس. تدبر حرف الجر اللام في قوله للناس، كأن الله يقول إنكم تحملتم تبليغ الرسالة الخاتمة لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فمسؤولية كبيرة في أعناقكم أن تبلغوها للناس. الناس تستدل بهذه الآية على أننا خير أمة وكذا وكذا، لا. أين حرف الجر الذي يدل على وظيفتك؟ وظيفتك أن تبلغ الناس ما تعلمته من القرآن والسنة، وإلا قصرت. إذا كان الله سيحاسب غير المسلم على عدم اعتناقه الإسلام، فسيحاسبك أنت
لما لم تبين محاسن الإسلام؟ لما لم تدعو بالرحمة والرأفة والحكمة والموعظة الحسنة لغيرك؟ لما يكون طريقك للدعوة ولتبليغ الدعوة للناس مملوء بعبوس الوجه؟ ليه؟ جبريل لما نزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ، قل له ما أنا بقارئ. المرة الثالثة ضم النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدرك، ما يدل على أنه واجب عليك أن تضم من يريد التعلم إلى صدرك، وتكون معلما مملوءا قلبه بالحنان، لكن لا تنفر الناس من دعوة الإسلام أو من سماحة الإسلام. على العموم الدكتور عبد الله الله يستره يعني يشير، هسألكوا سؤال بس وخلاص، آخر حاجة ممكن؟ طب آخر حاجة، طب لا، طب صلى على رسول الله، آخر حاجة والله. لو واحد ساكن في عمارة 20 دور، خلوا بالكم يا مشايخ، قاعد في عمارة كام؟ 20 دور عند النيل، المغرب أذن لكنه في الدور 20 شايف الشمس، يفطر لأن المغرب جدا في حي سيدنا الحسين وفي حي على النيل، ولا لا؟ ده الفطار بالنسبة له غروب الشمس، لا ما يفطرش. أمال لا نعمل إيه بس؟ والله يعملوا حل وسط جميل، في حالة الفطار ينزل ياكل مع اللي تحت، والفجر ينزل السحر مع بعض فوق، لكن هو ما دام يرى الشمس لا يجوز له أن يتناول إيه؟ طعاما ولا شرابا. وانا يعني اغبط الاستاذ الدكتور عبد الله النجار انه ساب لي يعني شويه كده، لكن له شكري وتقديري ودعائي، الله يخليك. شكرا، وفينا بما اتفقنا عليه وزياده، شكر الله لك. هو كان في عباره دايما يا فضيله الدكتور دايما اقولها في تناول المفطر، علشان يبقى مفطر لابد له من ضوابط، وانا لا اذكر مصدر قراءه هذه العباره، هذا الضابط، قالوا ما يفطر هو التناول المقصود لمشتهى من مدخله أو من محله، التناول المقصود لمشتهى، فالأمور التي يتناولها الإنسان على غير اشتهاء، يعني هو خدت زي ما قال فضيلة الدكتور إنه اللي بياخد الحبيت الحبوب دي ولا يشتهيها، لا يشتهي هذا الأمر، وإنما أخذه لضرورة، التناول المقصود لمشتهى. التقطير في الانف ما يفطرش، التقطير في الاذن ما يفطرش، ولا مذهب الظاهريه لمجتهد في كتب الفقه يقول الصيام هو ايه؟ هو الامساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر والشمس. خلوا بعض الناس يقولوا السجاير ما تفطرش، يعني لكن لو كان التعريف الامساك عما تشتهيه النفس من طلوع الفجر الى غروب الشمس كان الامر تستر، يعني الحقنه الشرجيه محدش بيشتهيها عشان تفطروا، يعني هو لا يقبل، هو المفطر هو الذي يقبل الانسان عليه لتناوله بشهوه ما يشتهيه، هو يشتهي هذا الامر. احنا مش عايزين نطول علشان البرنامج حافل، ده اول حلقه من حلقات مبادره الدين يسرى التي بداتها وزاره الاوقاف في هذا الشهر المبارك، ودي تعتبر أول حلقة في هذا البرنامج الدين يسر. معنا نخبة من العلماء نريد أن نستفيد منهم في هذا الموضوع المهم، وشرفنا منذ قليل العالم الجليل والفقيه الكبير الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، والعالم المعروف ونائب رئيس جامعة الأزهر للفروع بالوجه البحري، كل كليات الوجه البحري مسؤوليته هو وتحت إمرته وإدارته ورئاسته، فليتفضل مشكورا. لا انا لا، لما احنا اخترنا معيار موضوعي وهو ترتيب الموضوعات، فالتيسير في الطهارة دخل بعد منه لا هو مش هيزعل، لا مفيش خلاف، لا اللي احنا قلنا عشان الطهارة
بس الدكتور محمد، الدكتور محمد بدأنا به استثناء في الصيام وفي الحج، مع أن المفروض أن نبدأ بالطهارة وهي موضوع الدكتور محمد، ثم الزكاة موضوع الدكتور سيف قزامل، ثم التيسير في الحج للدكتور محمد إبراهيم حفناوي، ثم التيسير في الصلاة بعد الطهارة، التيسير في الصلاة للدكتور هاني تمام. فإحنا الحقيقة تجاوزنا بالنسبة للدكتور محمد، لأن ده عالم كبير، عالم أصولي فح، ما نقدرش إن إحنا نكسر له أوامر. عشان السفر والله اللي تحت أمرك، بس عشان نزولا على رغبته وانصياعا لأمره استثنيناه من هذا الأمر. لكن معانا الدكتور محمد أبو زيد الأمير، يتفضل مشكورا ليحدثنا عن التيسير في باب الطهارة، فليتفضل مشكورا مأجورا من الله ومن الناس. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، منحه من خيره وبره فصاحة اللسان، به يذكره ويمجده وبه يتلو كلامه القرآن. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله، خير من طلع على الوجود، سيدي يا رسول الله طلعت على الوجود أتم رحمة وأعظم منة وأجل نعمة، ويوم الحشر تكشف كل غمة وتمنح فيه محمود المقام. وبعد، السادة الأفاضل الكرام الحضور، تقدمه من المنصة الكريمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، أستاذ القانون المدني وعضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا. أستاذ الدكتور سيف رجب قدامل، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا. أستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة. سادة الحضور، طبعا الأفاضل الكرام رؤساء الإدارة المركزية بوزارة الأوقاف، سادة الأئمة الفضلاء، حضور الكرام، في الحقيقة هذا الملتقى واكب أمور، بعضها في المكان وبعضها في الزمان. أما المكان فرحاب سيدنا الإمام الحسين، رحاب سيدنا ومولانا الإمام أبو عبد الله الحسين، والذي من جاء لساحته وتضرع إلى ربه أعطاه الله ما يطلب، اقتداء بقول جده صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. يا طالب البرء من هم ومن وصب، إذا نزلت بك الدنيا وأطاحت بك الهموم ونزلت عليك الغموم، يا طالب البرء من هم ومن وصب ومن أفاعيل هذا الدهر ذي العجب. طبعا وليخفى على أحد ألاعيب الدهر من غدر وخيانة وما نراه وما نلحظه، يا طالب البرء من هم ومن وصب ومن أفاعيل هذا الدهر ذي العجب،
سافر لمصر وظر فيها الحسين تنل ما تبتغيه وتبلغ غاية الأرض. فها نحن في رحاب سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، نسأل الله جل علاه أن يعطي كل واحد منا سؤله. اللهم لا تترك فينا ولا بيننا صاحب حاجة إلا قضيتها له ويسرتها له يا خير المسؤولين. أما عن الزمان فقد واكب هذا الملتقى أول يوم من أيام العام الميلادي سنة 2023، وهذا يذكرنا طبعا بميلاد المسيح، فنتقدم بخالص التحية والتهنئة لإخواننا الأقباط في مصر بعيد الميلاد المجيد. وها نحن في مصر، هذه البلد أرض التعايش وبلد الحضارات، تلك البلد التي شهد الحق جل علاه بمدنيتها ليس من الآن فقط بل من آلاف السنين. قال الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. من الذي دخل المدينة؟ إنما هو نبي الله من؟ موسى. دخل المدينة اللي هي إيه؟ مصر. وقال نسوة في المدينة بالنسبة لسيدنا يوسف عليه السلام، فسماها الله عز وجل مدينة بمعنى أنه تحققت فيها معالم المدنية ومعالم الحضارة منذ آلاف السنين. هذه هي مصر التي تتسع للجميع، تتسع للمسلمين ولغير المسلمين في مثل هذا الايه؟ هذا الأمر. طيب، ده بالنسبة فإننا نتقدم بخالص التهاني لإخواننا الأقباط في طبعا في مصر بهذه المناسبة الجليلة. طيب، طبعا هذا الموضوع وهو موضوع الملتقى، إنما من الأمور التي تحمد لوزارة الأوقاف وعلى رأسها الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الملتقى الفقهي التيسير، أو بمعنى آخر هذا المجلس الفقهي الثالث التيسير في أحكام العبادات والمعاملات. ونعني بالتيسير أولاً ما يقدر وما يستطيع الإنسان أن يقوم بفعله في حالة السعة والاختيار وفي حالة القدرة، وليس المراد بذلك ما يفعله في حالة الضيق. طبعا شريعة الإسلام جاءت بمبدأ هام، ألا وهو اليسر والسهولة. الحبيب المصطفى محمد يقول: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهنا الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا الله عز وجل طبعا سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا نجد أن الأئمة وفي مقدمتهم الإمام الحافظ السيوطي يقول: إن الله عز وجل ما كلفكم إلا ما تطيقون، وإن أي أمر فيه شدة
وفيه مشقة، هذه المشقة إنما تكون سبباً في تخفيف التكاليف الشرعية. إذا وجدت الصعوبة وإذا وجدت المشقة في شيء من الأشياء كانت سبباً شرعياً للتيسير والتسهيل ورفع المضرة عن المكلف أياً كان. والتيسير والتسهيل في أمور الطهارة إذا أردنا أن نتحدث عنه نجد أن التكاليف الشرعية من حيث الكم ومن حيث الكيف، أما بالنسبة لها من حيث الكم فإن ذلك يشمل على التيسير في التكاليف، ولا يتحقق ذلك إلا بقلة التكاليف. الواحد منا إذا أراد أن يتوضأ الوضوء، النبي توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. حضرتك من باب التيسير عليك أنت، لو أنت غسلت كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة في هذا الأمر فهذا وضوء يقبله الله عز وجل. زيادة حضرتك تأخذ عليها ثواب إذا أردت أن إيه هذا الأمر. النبي توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الحق تبارك وتعالى الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين فقال هذا وضوء من يضاعف الحق تبارك وتعالى له الأجر مرتين، يعني غسل إيديه مرتين، مضمض مرتين، غسل وشه مرتين في هذه الحال، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فالتيسير والتسهيل هنا في شيء واحد. ثانيا في حال هينتابك دلوقتي الإسراف في المية وعدم الإسراف في المية في مثل هذا الأمر وعلى قدر الحاجة، فإننا نطبق تعاليم الإسلام فيما يتعلق بهذا الأمر، ففيه نهي عن الإسراف في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا سعد يتوضأ من على شاطئ النهر، نهاه النبي عن الإسراف، قال يا رسول الله أفي الماء سرف؟ قال له حتى ولو كنت على شاطئ نهر، أي على شاطئ بحر، فإننا ندعو أولئك الذين يعبثون بالمياه ونحن في أشد الحاجة إلى قطرة ماء، بل في أشد الحاجة إلى شربة ماء، ندعوهم إلى أن يعلموا أن شريعة الإسلام دعت إلى التيسير ودعت إلى التسهيل، فخففت في التكاليف الشرعية فيما يتعلق بذلك، فأوجبت الوضوء مرة واحدة لمن إيه؟ وجعلته سبيلاً وطريقاً للدخول في الصلاة، فهذا وضوء من لا يقبل الله عز وجل الصلاة إلا به. المريض مريض إما بحروق وإما بمرض جلدي وإما وإما وإما، يسرت شريعة الإسلام عليه فجعلت له بدلاً من وضع الماء على جسده المصاب في مثل هذا الأمر أن يتيمم في هذا المرض لأي سبب ولأي أمر كان. ولذلك هنا طبعاً أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول بعض صحابة سيدنا رسول الله كنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشكه، يعني الراجل اتخبط كده بحجر فجه الايه الحجر في دماغه فعوره فشق ايه شق دماغه هنا. فما كان من هذا الرجل كنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشقه في رأسه فنام فاحتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة
في هذا الأمر، إنني ما أحطش المية على دماغي في وقت الاغتسال ولا صب المية عليه. قال له ما نجد لك رخصة في هذا، وأنت تقدر على استعمال الماء. وإذا نحط تحتها 100 خط لأولئك الذين يقومون بالفتوى بغير علم، فمن أفتى بغير علم ضل وأضل. وهنا نقف وقفة، من أفتى، حاضر، من أفتى بغير علم ضل وأضل. وهنا كذلك المجترئ على الفتوى كالمجترئ على النار برجله، وما أكثر من نجدهم يتصدرون في الفتوى بغير علم. سيدنا علي بن أبي طالب دخل راجل واقف في واحد في مسجد الكوفة، بيقول له إيه سيدنا الإمام علي؟ قال له أتحفظ كتاب الله؟ قال له بعض منه. قال له أتعرف شيئا عن سنة سيدنا عن سنة رسول الله؟ قال له القليل. قال له أتعرف الناسخ؟ قال له لا. قال له أتعرف المنسوخ؟ قال له لا. سأله 10 أسئلة. قال له من أنت؟ قال أنا أبو فلان. قال له بل أنت أبو عرفوني، أنت ما جلست في هذا المكان إلا لأجل أن يعرفك الناس، فنهاه وأقامه من مجلسه، لأنه لا ينبغي أن يتصدى للفتوى ولا أن يتكلم في العلم إلا عالم. أما أهل الجهل فما أكثرهم، وما أكثر من نراهم يتصدون للفتوى فيضلون الناس بما يقولون. هنا ده اللي شدنا للكلام ده عن إيه؟ نعم، قالوا له لما بيسألوه قلوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على استعمال الماء. الحجر خبط دماغ الراجل ودماغ الراجل اتفلقت في الحالة دي، والراجل احتلم وعايز يغتسل. ما نجد لك رخصة في هذه الحالة وأنت تقدر، فاغتسل. فنزل الماء في طبعا الجرح، فطبعا مات الرجل. فعندما جاءوا إلى سيدنا رسول الله سألوه ماذا قال الحبيب المصطفى محمد؟ قال الحبيب المصطفى محمد قتلوه قتلهم الله. دعا عليهم. ونحن ندعو على كل جاهل يضل الناس ويفتي بغير علم، دعا عليهم قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي أي الجهل السؤال. أما كان يكفيه أن يعصر أو يعصب على رأسه، يعني يحط عليه عصابة أو يحط عليه جبيرة أو ما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يغسل سائر الجسد ويتيمم عن الجرح العليل. فمن هنا نجد أن شريعة الإسلام جعلت التيسير فيما يتعلق بمن لم ياخد من ده ايه؟ اللي هو مش قادر على انه يحط المي ويصل المي لمرض او لاي سبب كان، انه بينتقل الى امر الايه؟ التيمم. فان للطهارة وسائل ومقاصد، اما بالنسبة لوسائل الطهارة فهي الماء والتراب. الماء قدرت على استعماله؟ اهلا وسهلا. لا ده حاجة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قال إيه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا إيه؟ وأرجلكم إلى الكعبين. قال وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء، قال إيه ربنا؟ فتيمموا صعيدا طيبا. فعدم وجود الماء يستوي معه وجود الماء مع وجود علة مع وجود مرض مع وجود سبب يمنعك من وضع الماء على جسدي. يبقى عندي وسائل الطهارة تتلخص في الماء وتتلخص في التراب وتتلخص في الدبغ اللي هو دبغ الجلد، وهو طبعا ايه؟ طبعا الجلود، جلود الميتة تطهر بالدبغ، وهو طبعا ايه؟ يعني إزالة كل ما يتعلق
بمائيات الجلد ورطوباته في هذا الأمر حتى يستطيع أن يكون صالحاً للاستعمال، فنصنع منه الأحذية ونستخدمه في سائر الاستخدامات وغيرها. الماء، التراب، الدبن، حجر الاستنجاء في مثل هذا الأمر، وكذلك أيضاً الاستحالة وهي التحول من حالة إلى حالة، فالاستحالة من وسائل الطهارة إنما جاءت من باب التخفيف ومن باب التيسير ومن باب التسهيل. طبعاً لما نيجي يعمل لك بحث ويقول لك إنه بيحول مياه الصرف إلى ويعالجها بعض المعالجات لكي تستطيع أن نقوم باستخدامها في زراعة الأرض وفي غيرها، فهذه أمور من تخفيفات الشريعة. شايف إن الدكتور عبد الله النجار طبعاً بعت لي الورقة من فترة، فنسأل الله جل علاه أن يختم لنا وإياكم بالخير، واختم لنا بالخير وامنحنا الهدى، واجعل رضانا في الذي ترضاه. شكر الله للعالم الجليل والفقيه الكبير أستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، أستاذ الفقه ونائب رئيس جامعة الأزهر، على هذا العلم الفياض الذي بيّن مدى يسر الشريعة الإسلامية في باب الطهارة. وكما نعلم أن الطهارة باب من أبواب الحياة التي يشق الأمر فيها على الناس، وأن الله عز وجل قد راعى هذا الأمر رأفة بعباده ومراعاة لضعفهم في حال المرض وفي حال البرد وفي حال العجز عن استعمال الماء بأي وجه من الوجوه، فأجاز للإنسان أن يتيمم. والتيمم كما تعلمون ضربتان، أو ضربة واحدة يمس النية وضربة واحدة على التراب أو على ما به غبار أو ما إلى ذلك، ثم يفرك يديه إلى الرسغين ثم يمسح بهما على وجهه، وهو عمل خفيف ميسور يستطيع كل إنسان أن يفعله إذا هو عجز عن استعمال الماء بأي وجه من الوجوه. جزى الله فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير عما قدمه خيراً في هذا اللقاء المبارك. الترتيب الموضوعي لأبواب الفقه يقتضي أن تجيء الصلاة بعد الطهارة، ولذلك فأنا هستسمح فضيلة العميد الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، ويستحق التقديم منذ البداية لولا أن الدكتور الحفناوي أخذ حقه وجرأ. فطبعاً لكن الترتيب الموضوعي إحنا ماشيين على حسب ترتيب أبواب الفقه، فأنا أستسمح معالي العميد لأقدم الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر، ليحدثنا مشكوراً مأجوراً من الله عز وجل عن التيسير في باب الصلاة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وفخرنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، وارض اللهم عن سيدنا ومولانا الإمام الحسين وعن آل بيت النبي الكرام الطاهرين، وانفعنا بهم وصلنا بهم وصل خير وبركة، وانفعنا بهم وانفحنا بهم في الدارين، آمين. وبعد، فإني أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذة ومشايخي الأجلاء، أستاذنا الدكتور عبد الله النجار، أستاذنا الدكتور محمد أبو زيد الأمير، أستاذنا الدكتور سيف قزامل، أستاذنا الدكتور الحفناوي، وأشرف أن أكون بين كوكبة من أهل العلم والفضل، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وأهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذا الملتقى العلمي وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الجلسة خالصة لوجهه الكريم، وأن يفتح علينا وإياكم فتوح العارفين به، إنه ولي ذلك ومولاه. التيسير في الصلاة.
الله سبحانه وتعالى أقام هذا الدين على التيسير والتسهيل وعدم المشقة وعدم إحراج الناس. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لذا كان من وظيفة الفقيه أو المتصدر للعلم وللدعوة أن يكون ميسراً على الناس، وأن يبتعد عن أي أسباب المشقة وإيقاع الحرج على الناس. أي إنسان متصدر، أي شيخ، أي داعية، ينبغي أن يتحلى بالتيسير، لأن سيدنا النبي ده كان منهجه: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لذلك قال علماؤنا: وظيفة الفقيه تنحصر في ثلاثة أمور مهمة. إيه وظيفة الفقيه؟ ثلاث حاجات مهمة. وظيفة الفقيه أن يصحح للناس عبادتهم ما أمكن، وأن يصحح للناس معاملاتهم ما أمكن، وأن يصحح للناس ألفاظهم ما أمكن. وظيفة الفقيه إن هو يصحح العبادة والمعاملة والألفاظ قدر الإمكان. لما نيجي ندخل على الصلاة يا جماعة، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيعها فقد ضيع الدين. والصلاة هي صلة العبد بربه، ومن خلالها ينفذ نور الله سبحانه وتعالى إلى عبده. الصلاة هي دخول العبد للحضرة الإلهية وإلى مقام الشهود وإلى مخاطبة الله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الصلاة وألا يقصر فيها، وأن يداوم على أدائها على أتم وأكمل وأفضل ما يكون. لأن ده أو إن الصلاة دي هي أول حاجة هنتحاسب عليها. سيدنا النبي يقول: إن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته. أول حاجة هنتحاسب عليها هي الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. لو الصلاة بتاعتك صحيحة وصالحة يبقى خلاص إن شاء الله ستنجو، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. الناس اللي بتترك الصلاة يا جماعة، ربنا هيحشرها مع أعتى وأجرم خلق الله: فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. لذا الصلاة هي عماد الدين، لازم نحافظ عليها. لكن كيف نحافظ على الصلاة وكيف نصلي؟ الملاحظ في القرآن الكريم حاجة عجيبة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الصلاة في القرآن الكريم تكلم عنها بلفظ واحد، وهو لفظ الإقامة. ربنا لما تكلم عن الصلاة تكلم عنها يا مشايخنا بلفظ واحد، قال لك: أقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، رب اجعلني مقيم الصلاة. ليه ربنا نص على الصلاة بلفظ الإقامة؟ ليه ما قالش صلوا؟ ليه ما قالش أدوا الصلاة؟ لماذا نص الله سبحانه وتعالى على الصلاة بلفظ الإقامة؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نصلي الصلاة على هيئة وكيفية مخصوصة. وهذه الصلاة لابد أن تتضمن معاني عالية جدا، هذه المعاني كلها مخفية في لفظ الإقامة. فربنا اختار لفظ، هذا اللفظ يؤدي وظيفة هذه المعاني وهذه الكيفية اللي ربنا عايزنا نصلي بيها. فعشان تعرف الصلاة كويس يبقى لازم تعرف يعني ايه إقامة. لماذا قال أقيموا الصلاة؟ عايزكم بقى تصحصحوا كده وتصلوا على النبي وتحفظوا التعريف ده كويس، وكل واحد فينا يبدأ يطبقه من دلوقتي. الإقامة في لغة العرب معناها الإتيان بالشيء على أحسن وأتم وأفضل ما يكون في الظاهر وفي الباطن. ده معنى الإقامة، الإتيان بالشيء على أحسن وأتم وأفضل ما يكون في الظاهر وفي الباطن. عشان كده ربنا قال لك أقيموا الصلاة، عايزك تظبط الصلاة
وتأتي بالصلاة على أتم وأحسن ما يكون في الظاهر وفي الباطن. في الظاهر يعني إيه؟ يعني أنا بصلي كويس، بركع كويس، بسجد كويس، بعمل كل أفعال الصلاة كويس، دي الصلاة الظاهرية. بس ده نص الصلاة، لسه باقي النص الثاني اللي هو النص الباطني. ايه النص الباطني؟ ان يخشع الانسان في صلاته، وان يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى في صلاته، والا يتصل ذهنه او قلبه او جوارحه باي شيء غير الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا اللي يعمل العمليه دي كويس، اللي يصلي في الظاهر كويس وفي الباطن كويس، يبقى هو ده اللي فعلا فعلا يقيم الصلاه. عشان كده ربنا قال وأقم الصلاة. وظيفة الصلاة إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وظيفة الصلاة أن توصلك للمرحلة دي. فبنشوف ناس بتصلي ومحافظة على الصلاة في المساجد، لكن تطلع برة تغش في البيع والشراء، تقع في أعراض الناس، تفسد فيما بين الناس، تقع في الغيبة والنميمة. فنتعجب إزاي ده بيصلي وبيعمل الأخلاق دي؟ أهو ما صلاش، هو بس عمل الحركات الظاهرية، صلى نص الصلاة، لكن النص الثاني ما عملوش، لأن هو ما دخلش الصلاة وهو مستحضر لعظمة الله سبحانه وتعالى ومعلق قلبه بالله عز وجل. فبالتالي الصلاة بتاعته كأن لم تكن. عشان كده شوف سيدنا النبي في الحديث الشريف الصحيح يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل فيهما على الله بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة. طب الركعتين دول يا رسول الله اصليهم في قد ايه؟ ما حددش، يكشف تصليهم في 5 دقائق، وده من باب التيسير، ان الصلاه لا يشترط لها وقت معين. صلي ركعتين بس صلاه حقيقيه في الظاهر وفي الباطن زي ما قلنا، واستحضر فيها عظمه ربنا، واقبل على الصلاه او على هاتين الركعتين بقلبك ووجهك، يعني ما تشغلش نفسك باي حد غير ربنا، ركعتين بس 5 دقائق وجبت لك الجنة. وفي رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني وضوء منضبط، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ركعتين دول يتصلوا في قد ايه يا جماعة؟ في 5 دقائق بس، صليهم صلاة حقيقية. أقم الصلاة، الإقامة معناها الإتيان بالشيء على أتم وأحسن ما يكون في الظاهر وفي الباطن. فما تحافظش على الصلاة كويس في الظاهر وانت في الباطن قلبك مشغول بربنا بغير ربنا. عشان كده انت أول ما بتقول الله أكبر انت دخلت الحضرة الإلهية، فلازم تعزل نفسك عن كل العالم الخارجي. وده الفرق بيننا وبين سيدنا النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو أحزنه أمر قام إلى الصلاة، ويقول لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال. ليه؟ لأن سيدنا النبي أي هم، أي حزن، أي ضيق بيصيبه يدخل الصلاة، بيعمل عملية عزل وفصل عن العالم الخارجي، لأنه دخل في مقام الشهود وفي مقام الحضرة الإلهية، فانعزل عن كل الناس، فأمده الله سبحانه وتعالى بمدده في الصلاة. التيسير في الصلاة جانب كبير جدا يا جماعة من جوانب الفقه الإسلامي والشريعة الغراء. نتناول سريعا بعض الأمور السريعة الخاصة بالتيسير في الصلاة، من أهمها التيسير على الناس في صلاة الجماعة. الإمام ومشايخنا وأساتذتنا قاعدين على رأسنا، يعني بنذكرهم وبننبههم بهذا الأمر، التخفيف والتيسير على الناس في صلاة الجماعة. العبرة في صلاة الجماعة يا مشايخنا هي تكثير الناس، تكثير الجماعة. فكل ما يؤدي إلى تكثير الجماعة وجب على الإمام أن يلتزم به. فإذا كان التخفيف هو سمة أهل المكان أو أهل المسجد، وجب على الإمام أن يخفف الصلاة عن الناس. سيدنا عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. خد بالك من النقطة دي، أنت إمامهم وإيه؟ واقتدي بأضعفهم. يعني الإمام لازم يتبع في صلاته ويصلي بصلاة أضعف واحد وراه. يعني أنا بصلي بقرأ أو بسبح في الركوع أو في السجود 5 تسبيحات أو 10 تسبيحات وأنا بصلي منفرد على العين وعلى الرأس، لكن أنا ورايا واحد بيصلي ضعيف جدا يا دوبك بيقول 3 تسبيحات بالعافية، يبقى في الحالة دي لا يحق للإمام في صلاة الجماعة أن يزيد على 3 تسبيحات، وإلا كان مخالفا لأمر النبي. النبي قال ليه؟ واقتدي بإيه؟ بأضعافهم. سيدنا أنس يقول: ما صليت وراء إمام قط،
أخف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إني أقوم إلى الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. يبقى العبرة في صلاة الجماعة تكثير الناس، تكثير الجماعة، وهذا يكون بالتخفيف على النفس. كذلك أيضا من أمور التيسير الخاصة في الصلاة يا مشايخنا أن الإسلام يحرص على مصلحة الناس، وأن الإسلام لا يصطدم مع مصالح الناس. لما تيجي تعرف الإسلام كده للناس ما هو الإسلام، تقول له رعاية مصالح البلاد والعباد. الإسلام ما جاء إلا ليحقق المصالح العامة للبلاد وللأشخاص. ففي الحديث الشريف سيدنا النبي يقول: إذا قدم العشاء إلى أحدكم وأقيمت الصلاة فلا تعجلوا أن تصلوا وابدأوا بالعشاء أولا. يعني احنا دلوقتي الأكل اتحط اهو وأقاموا الصلاة، نروح نصلي جماعة ولا ناكل الأول؟ فسيدنا النبي يقول لك كل الأول. بس الأمر ده يعني مقيد بضوابط وبقيود معينة. العلة اللي سيدنا النبي قال لك هنا قدم الأكل على صلاة الجماعة، العلة هي عدم التشويش. إن أنا لو دخلت أصلي وسبت الأكل هيبدأ عقلي مشوش، ويبدأ عقلي دايما وأنا في الصلاة متعلق بالعشاء، يا ترى هل هيأكل ولا مش هيأكل، يا ترى الناس اللي هنا هيخلوا لي أكل ولا هيأكلوا الأكل كله. فكده أنا دخلت في الصلاة وأنا مشوش. فالنبي قال لك لا، ادخل الصلاة وانت مستحضر الذهن والقلب عشان تقيم الصلاة كما ينبغي، وابدأ بالعشاء. بس ده ما ينفعش يكون العادة بتاعتنا يا جماعة، مش تقعد تقدم الأكل كل يوم في وقت الصلاة. المفروض انك انت بتضبط كل أمورك على الصلاة، تمام؟ فده أمر استثنائي لو حدث مرة أو مرتين وانت الأكل ده فعلا محتاج تأكله ونفسك فيه من زمان، ولو دخلت الصلاة يحصل لك تشويش، لا، يبدأ بالأكل. من أمور التيسير يا جماعة إن سيدنا النبي قال لك صلي بالكيفية اللي أنت عايزها إذا كنت مريضا، ونختم بالجملة دي عشان الوقت. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا على جنب. الإنسان المريض يصلي بالكيفية اللي تساعده على الصلاة. أي إنسان مريض مش قادر يقف يصلي وهو قاعد، مش قادر يصلي وهو قاعد يصلي وهو نايم، بالطريقة التي تريحه وبالكيفية التي لا تشق عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وشكر لكم على حسن استماعكم، ونشكر أساتذتنا الأجلاء، وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله للأستاذ الدكتور هاني تمام هذا البيان الموجز لأحكام التيسير في باب الصلاة، وهي كما استمعتم يعني معلومات فقهية ذات قيمة كبيرة في أداء هذه العبادة التي تمثل فرع الإيمان. فإن أول ما طلبه الله عز وجل من عباده أن يؤمنوا به، ثم يأتي بعد ذلك إقامة الصلاة. ولذلك يقول علماء الأصول إنها فرع الإيمان وأصل الفروع، فكل الفروع التي كلفنا الله بها تأتي بعد باب الصلاة. و الله تبارك وتعالى خفف على عباده في الأداء، إذا كان الإنسان مريضاً أو إذا كان على سفر فله أن يقصر، وله أن يستعمل الرخص التي رخص الله له فيها. واستعمال الرخص عبادة، يشكر الإنسان عليها ويؤجر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التخفيف وعن هذا الترخيص: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم، ألا فاقبلوا صدقته. علشان بعض الناس اللي بيخافوا إنهم يستعملوا الرخص ويشددوا على أنفسهم ولا يطرقون هذا الباب الذي يمثل جانبا كبيرا من جوانب رحمة الله عز وجل. الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، هدية، هدية من الله لعباده، ولا يجوز للعباد أن يردوا على الله هديته، فإن ذلك ليس من باب الأدب مع الله. وفي هذا رد على من لا يخففون على أنفسهم ويأخذون بالتشديد دائما. باب التيسير باب عظيم، خاصة في الصلاة، لأنها فرض دائم في اليوم والليلة 5 مرات. ولذلك فإن التخفيف فيها يعتبر تجسيدا لمبدأ التيسير والتخفيف في الشريعة الإسلامية. جزا الله الدكتور هاني تمام خير الجزاء عما قدمه في هذا الأمر. مع سيادة العميد الأستاذ الدكتور سيف الدين رجب قزامل. والحقيقة الموضوع اللي هيكلمنا فيه موضوع في غاية الأهمية،
لأن التيسير في باب الزكاة متعلق بالماء بذلاً وعطاءً، وكما تعلمون المال محبب إلى النفوس، وخلعه من الجيوب صعب صعب صعب، وباب الزكاة يعالج هذا الأمر. فسيحدثنا فضيلة العالم الجليل سيادة العميد الأستاذ الدكتور سيف الدين رجب قزامل عن هذه العبادة التي يجاهد الطبع فيها. الطبع ميل الإنسان إلى المال، ما سمي المال مالا إلا لميل الطبع إليه، يجاهد طبعه من أجل إرضاء ربه، وهي معادلة تحتاج إلى بسط وإلى تمييز من أهل الذكر وأهل الفقه. سيادة الأستاذ الدكتور سيف الدين رجب قزامل يتفضل مشكورا، وأنا أرجو أن يراعيني لأن أنا هتكلم آخر واحد، وأرجو ألا يضيع علي الوقت فلا أتكلم، وإن كنت راض بما تحدث به هؤلاء العلماء الأفاضل. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف على هذه المجالس العلمية في هذه الأماكن الطيبة في رحاب بيوت الله سبحانه وتعالى، ونحن في رحاب سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهم. أشكر للسادة سعادة النائب السيد الدكتور محمد الأمير وسعادة العميد السيد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع بحوث الإسلامية، السيد الدكتور هاني تمام، وأستاذنا الدكتور محمد الذي تركنا لظروف محمد. لا شك كما تفضل أستاذنا الدكتور عبد الله أن المال فعلا يعني محبب للنفس، ويقول تعالى ويحبون المال حبا جما، ويقول تعالى وإنه لحب الخير لشديد. يعني عالج المجلس قبل ذلك ما يتعلق بالقضايا الست في إحدى الجلسات العلمية هنا، ومنها حفظ المال، فقد حظيت الشريعة واحتفت واهتمت يعني أيام اهتمام في القرآن الكريم والسنة الشريفة بما يتعلق بالمال، يعني حب الإنسان للمال واكتناز المال. حتى وجدنا في باب الزكاة يعني ما يشعر بأن هناك بعضا ممن أفاء الله عليهم بالمال يمتنعون عن دفع الزكاة ويكنزون هذا المال. الله تعالى أنزل في القرآن الكريم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم إلى آخره. هذا يدل على خطورة الشح، يعني الإنسان فيه الشح والبخل من الأمراض الموجودة في النفس البشرية. الشيطان إذا يعني استجاب الإنسان لنزغات الشيطان والعياذ بالله لن يخرج زكاة، وإذا أخرج الإنسان يعني زكاة ماله فهذا المال مهما كثر لا يعد كنزا. إذا أخرج الإنسان هذا المال فقد طهر ماله، والبركة حلت في هذا المال، وحق الفقير وصل إلى يعني إليه، لأن الزكاة معروف أنها يقول لك مثلا الزكاة يعني ماله قدر مخصوص يؤخذ من قدر مخصوص أيضا أو مال مخصوص لطائفة مخصوصة، الفقهاء كما يقولون يعني. إنما المولى سبحانه وتعالى بيّن، السنة الشريفة بيّنت يعني ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، ويعني ما هي الأصناف التي تصرف لهم الزكاة، وبيّن أيضا هذا الواجب بعدما أمرنا الله تعالى أن نسعى في الأرض وأن نبتغي من فضل الله وأن نتوكل على الله وأن يعني نحفظ ونسعى جادين في استخراج كنوز الأرض. هو الذي جعلكم ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أنا رجل تاجر وربنا أكرمني وعندي متجر كبير، وطبعا يعني الفقراء يرون هذا الخير، أين نحن من هذا المال؟ أنا رجل بدوي وعندي أبقار وأغنام تملأ الوادي هناك، والفقراء من ابتلاهم الله تعالى بالفقر ينظرون إلى هذه الأغنام هذه الإبل وهذه هذا الخير الكثير، أين نحن من هذا؟ هذا رجل عنده حديقة مانجا ولا كمثرى ولا برتقال ولا ليمون، يعني أفاء الله عليه بنعم كثيرة، يعني المال يتنوع
يعني قد يكون نقدين ذهب والفضة الجنيهات المصرية والدولارات، وقد يكون عروض تجارة زي الأعمال التجارية، قد يكون معادن مستخرجة من الأرض، قد يكون يعني يتنوع. فالشريعة الإسلامية عالجت ما يتعلق التوازن الاقتصادي، التوازن حينما تنظر بقى في القوانين الحالية اللي هي بتعد الضرائب وما أعرفش إيه، بتأخذ من الشريعة الإسلامية هذا التنظيم الجيد، لأن الذكاء قدر بسيط. يعني حينما يقول مثلا عروض التجارة، سيدنا الرسول أمر يعني بإخراج ممن ودهم البيع، يعني كان صحابة يخرجون زكاة أموالهم. طالما الاتجار معناها، الاتجار معناها أنا بشتري هذا الشيء لكي أعرضه للبيع، يبقى التجارة معناها شراء بقصد البيع، يبقى التجارة تستمر العملية. لما اشتري مثلا سيارة للاستعمال خلاص لا، ما فيها زكاة. اشتري ملابس للاستعمال ما فيها زكاة. إنما أنا رجل عندي معرض وبعدين بعرض، والتجارة طبعا لها فضل كبير كما نعلم. وبعد ذلك يعني آخر السنة آخر الحول يعني خسرت شوية ربحت شوية، وبعدين بحصر. خلي بالك التخفيف بقى في الزكاة نفسها، الزكاة نفسها تخفيف، إنما بعد ذلك الباب مفتوح فيما زاد على يعني ربع العشر، يعني وقت المال على حب المال بقى مفتوح بقى كده. إنما التاجر حينما يعني يترك المكتب ويترك الآلات في معرضه والسيارة اللي هو السيارات اللي هي بتجيب البضاعة وتطلب البضاعة، الحاجات الأساسية يعني الكهرباء والمية والحاجات دي، وبعدين بيحصر فقط اللي هي الأدوات اللي بتبيعها، الأدوات أو الآلات أو الماكينات اللي هي بتبيعها بس. وبعدين بيقول والله ما شاء الله ده أنا كسبت مليون أهو، مليون يعني المبلغ مثلا مليون بقى مثلا 2 مليون، كانوا 5 مليون بقوا 7 مليون. يبقى إذن الأصل والربح كله هيحصره ويخرج ربع العشر. يبقى سبحان الله، يبقى التاجر ده فضله كبير، يعني الجاله مرزوق، الجاله مرزوق. شوف بيجيب السلع من هنا ومن هنا وتعب نفسه، وبعدين احنا نشتري منه، وبعدين هو الراجل ايه بيحصر، لا خسران ما لهوش حال، انما ربح. يبقى في الحاله دي يبقى البنوك الان واموالي في البنوك ولا في السندات ولا في الاسهم كل دي، او في يعني المصنع والحاجات الكبيره اللي هي معامل الالبان والحاجات دي كلها اعمال تجاريه، كلها اعمال تجاريه تجب فيها الزكاه. طالما المساله مقصود بها الاستثمار، معناها ان احنا لابد يبقى فيه حق الفقير اللي هو يعني ربنا ابتلاه ما عندوش يكفي طعم الاولاد وكيس الاولاد. المسكين اللي هو ما عندوش، عنده صحيح ما يزيد عن نصف الكفايه، انما مش محتاج. الفقير والمسكين محتاج، وانا عندي مصنع وعندي 5 مليون ربح، عندي حديقه برتقال. واحد يقول لك لا ده هي لا تجب الزكاه الا في كل ما يقتات ويدخر. طب وبعدين؟ طب ما انت عندك فريق اخر. لا يعني مما اخرج من طيبات ما كسبت، ومما اخرجنا لكم من الارض واتوا حقه يوم حصاد. الايات الكثيره العامه يعني فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. يبقى الامام ابو حنيفه حينما راى ان الخضروات والفواكه كل ما تنتجه الارض تجب فيه الزكاه. لماذا؟ الراجل ده هو الراجل الفلاحي ابن عمي عنده يعني زرع غله ولا زرع شعير، وبعدين بقول له خلي بالك اما يبقى عندك 48 كيله النصاب عليك الزكاه. 48 كيله يعني حوالي 500 وشويه او 600 وشويه، 600 كيلو وشويه. يبقى وبعدين طبعا الكيله بكام؟ تحسبها كم الف يعني. وبعدين صاحبنا نفس المساحه بتاعته، وبعدين مثلا بتدر مثلا 5 اضعاف. يبقى الامام احنا فعلا يعني معه الدليل مع مصلحة الفقير في القاعدة فعلا، ان احنا لازم نراعي في الفتوى مصلحة الفقير، مصلحة الفقير بنغلب مصلحة الفقير في مثل هذه الامور. والراجل اللي هو بزكي ماله هو كسبان، ما يجي يحسبها بقى يقول والله ده احنا دلوقتي يساوي كم كيلو دول، ويبقى انا طبعا زي ما ربع العشر. يبقى في الحالة دي يعني خرج من الايه. يبقى هذا يدل على ان الفقهاء والفتية عموما في موضوع الزكاة مسألة هامة جدا، والناس كثير من الناس لا يعرف يعني حقيقة يعني ما يجب عليه يعني من الزكاة. فإذا هذه يعني الآيات الكريمة
والأحاديث الشريفة راعى جانب التخفيف، لك ليس فيه ما دون خمسة أوسق صدقة. صدقة زكاة، يعني خمسة أوسق كما قلنا واضحة جدا إن هي بالكيل المصري يعني 48 كيلو تقريبا، بالكيلو تقريبا يعني حوالي 600. وبالنسبة للنقدين يعني أنا راجل طبعا عين صحيح، خليها بالأرادب ده، نعم خليها ستة أرادب كمان، مش مشكلة يعني. فدلوقتي بتجد يعني أنا عندي ملايين ووارث ومضى على هذا المال الحول، أو ربنا أكرمني وخدت هدية من الدولة ولا ما أعرفش من أقارب ليا ومضى حول، يعني هذا المال تجب فيه زكاة، لأن طبعا ده مال نامي حتى لو وضعته في الخزنة عندي. يعني واحد هيقول لك مثلا ده المال عندي ما تجرتش به، ده التجارة اللي فيها زكاة، إنما أنا حطيته في الخزنة عندي وبعدين بقى سايبه للحاجة وما احتاجتش حاجة خالص. 200,000 جنيه ما شاء الله، نقول لا فيه زكاة، لأنه هو مال نام بطبعته، من طبيعته أن ينمي. أنت بتدخله ليه؟ اشتغل شغله، يعني المال مش ما ينفعش نخزنه، ده احنا لازم نستغله فيما هو صالح له. يعني أمرنا أن نعمر الأرض، هنعمرها بإيه؟ بجهدنا، وجهدي بيأتي بمال. وبعدين طبعا ما يصحش أبدا أنني أتكاسل وأقول لا أنا عندي ما يكفيني عشان خاطر عمري، أنا راجل كبير وحاجات زي كده. لا، لازم أتاجر. سيدنا رسول التاجر في أموال اليتامى لا تأكلها الإيه؟ لا تأكلها الصدقة، الزكاة يعني. هذا يدل على استثمار المال، استثمار المال بالطرق السليمة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها، يعني فيها الغش والأمور التي نهى عنها الشرع، يبقى لابد أن نراعيها. وما أفاض الله به علي أن أبحث عن الفقير. يبقى إذن طبعا دلوقتي في فقير عندي في القرية قريبي، وبعدين في فقراء أبعد، في فقراء في قرية أخرى. دي التوجيه المالي طبعا أو التوجيه الصدقات معروفة، بحيث إن احنا نراعي ونقول أرحام بعضهم أولى بعض النشاء، أو يعني صدقة وصلة كما نعلم يعني. فإذا هذا يدل على التيسير. انظر إلى يعني سيدنا الرسول حينما في الإبل مثلا، واحد عنده أربعة من الإبل، ما عليه ما عليه الصدقة، ما عليه الزكاة، أربع جمال، وبعدين ترعى في كذا وباع، الراجل بدوي في الصحراء، وبعدين عندي جمال أربعة ما شاء الله، ما فيش مشكلة، إذا بقوا خمسة يبقى فيه شيء علي شاة، وفي خمس شاة، الحديث ولك شاة واحد، وفي عشر شاتان، يبقى عندي تسعة ما عليكش إلا واحدة بس، وخمس عشرة ثلاث شياة، يبقى لو 14 يبقى اثنين بس، وبعدين 20 يبقى أربع شياة، 24 أربع شياة، 25 يبقى بنت مخاط جمل بقى. أنت خلاص إيه سيبك من الشياة بقى دي، إحنا ترأفنا بك وخففنا عنك، ما قلناكش مثلا خمسة وفي خمس مثلا ربع شاة، لا خففنا عنك. ورفقة برضه بالآخرين، وفي نفس الوقت بقى يبقى إيه بنت مخاض، يبقى جمل عنده سنة، جمل عنده إيه؟ طب 36 يبقى كبر شوي، يبقى بنت لابوه، يبقى ناقة عندها سنتين، 46 يبقى العملية هتزيد شوي، يبقى حقة، يبقى الحقة دي معناها 3 سنين، 61 يبقى جاي. يعني مش يبقى في تخفيف كل ما إيه ترى إعجاز تشريعي، لأن هذا الرجل عنده جمال وعنده واد وبتاع، والفقير لما يشوفه كده وبعدين يوصل يذهب إليه ويعطيه حقه، تكافل اجتماعي، تكافل. وبعدين أنا لا أمن عليه، أنا لا أمن، هذا حقه، ده هو الذي سيدخلني إن شاء الله الجنة بسبب هذا الخير، ده هو بطلب منه الدعاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وسيدنا رسول أمرنا حينما يعني نعطي صدقة للفقير نطلب منه الدعاء، نطلب منه الدعاء، وصلي عليهم يدعو لهم. فكذلك أيضا يستمر العمل بهذا النص المبارك، إحنا بنطلب من الفقير أنه هو إيه بندعي له، وهو أيضا يدعي لنا. هذا يدل على التراحم بين المعطي والمتلقي للمال. فلما كان المال يا جماعة يعني النفس تشح به وحضرت الأنفس الشح، يعني انظر إلى الحياة الزوجية وحدث في افتراق، وبعدين شوف بقى الزوج يحاول ان هو لا يعطي الزوجه حقها وينكر معروفها، وحضرت الانفس الشح. كذلك في المال حق الفقير ينبغي ان نراعيه،
يعني سواء كان عند أموال يعني نقدين، سواء عروض تجارة، سواء عند أبقار أو أغنام يعني أو إبل، يعني هذه الخيرات كلها يعني مال أفاء الله تعالى به علي. والمال فتنة كما رأينا، فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقادر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني ليس الغنى يعني رضا من الله سبحانه وتعالى قطعا إلا إذا أديت هذا حق هذا المال. حق هذا المال لابد أن أسعى وبعدين أزود كمان حق الفقير، وبعدين إيه أسعى كمان باب الصدقات مفتوح إلى يعني ما شاء الله. يعني هناك من الناس فعلا من يعطي حق الفقير ويجتهد أيضا في أن يصل بهذا المال إلى آخرين، وصدقة جارية مساعدة، وخاصة في هذا الزمن كما نعلم أن الفقير والمسكين على يعني الأقارب وغير الأقارب يعني بحاجة إلى إيه؟ إلى مراعاة الصدقة النوافل. يعني حكاية ربع العشر يعني معلومة وسهل أو إخراجها، يبقى إذا راعينا راعى الشرع التخفيف في أبواب الزكاة لماذا؟ تشجيعاً لنا لكي نعمل. يعني أيضاً النظم الاقتصادية المعاصرة حينما تقول إن الضرائب تكون خفيفة وبسيطة يسهل يعني إيه؟ الحصول عليها وتشجيع للممول يعني. فنظرة يبقى نظرة الإسلام حينما حرم الزنا والزيادة على المال بدون مقابل، معنى ذلك يريدون أن نعمل وأن نسعى في الأرض وأن نجتهد في الأرض ونتخذ خنوزها، والكل ينعم بهذا الخير، الغني بغناه والفقير أيضا بأموال الأغنياء، ولعله يصير يعني غنيا بعد ذلك. أما إذا كان غير قادر فهذا حق مضمون في ذمة الجميع. فهذه إشارة وإطلالة سريعة على موضوع التيسير في الزكاة. نعم، الأموال التي أوجب الله تعالى فيها الزكاة كثيرة ومعلومة، وفصلت السنة الشريفة ما يتعلق بنصاب الزكاة في كل صنف من هذه الأصناف، ويبقى الباب مفتوحا بعد ذلك لمزيد من الخير في صدقات النوافل. وكل عام وأنتم خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور سيف الدين رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق على هذا البيان الضافي لباب التيسير في مجال الزكاة. ومن المعلوم أن الله عز وجل قد يسر على المؤدين هذا الأداء بجملة من المبادئ التي قررها الفقهاء لوجوب الزكاة أصلا، ومن ذلك أيضا أن الزكاة نماء فهي طهارة للمال وتنمية له وليست إنقاصا من قدره، لأن المال أليف الطبع والناس يخافون أن تنقص أموالهم بالبذل، فجعل الله هذا الأمر نقيض ما يظنون، وذلك رأفة بهم وتشجيعا لهم في هذا الأمر. كذلك أيضا جعل الله الزكاة بعد حولان الحول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، واشترط أن يبلغ نصابا، وفي هذا من التيسير ما فيه، فإن الإنسان لم يبذل إلا إذا زاد الأمر عنده زيادة تبلغ النصاب المقرر ويحول عليه الحول، قمة التيسير في أداء الزكاة. فجزى الله سيادة الأستاذ الدكتور سيف الدين رجب قزامل خيرا عن هذا الأمر، عن هذا البيان الضافي الذي بيّنه عن التيسير في باب الزكاة. وبقي الموضوع الذي أتكلم فيه، وهو موضوع طويل شائق يتعلق بالمعاملات ويحتاج إلى بيان، بس مش هتجاوز فيه القدر. أنا طبعا يعني من حقي أن أنا أخذ زيادة لأن أنا اللي بوزع الوقت، لكنني لن أخذ أكثر من حقي. فالمعاملات يتعلق بها حقوق العباد، وكما يعني رأينا في هذا العرض أن التوزيع في الكلام، تكلمنا عن الصلاة وتكلمنا عن الطهارة وتكلمنا عن الصيام وتكلمنا عن الحج، كل هذه حقوق تتعلق بحق الله عز وجل. العبادات التي تكلمنا عليها هي عبادات تتعلق بحق الله تبارك وتعالى غالبا، وإلا فإن الزكاة فيها حق الله عز وجل الذي أمر بالأداء، وفيها حقوق المستفيدين من هذه الزكاة ومن هذه الأموال، ففيها حق الله وحق العبد، لكن حق الله غالب فيها. فنستطيع أن نقول إننا حتى الآن نتكلم في حق الله تبارك وتعالى
وعن التيسير في أداء حقوق الله. والإنسان يستطيع أن يقدم في هذا الأمر ما يستطيع، خاصة وأن حقوق الله هي التي يتعلق بها النفع العام للناس جميعا، وما يخص الناس جميعا خير مما يخص الفرد. المعاملات اللي هتكلم عنها تتعلق بحقوق الأفراد، وحقوق الأفراد ذات شأن كبير، لأن على استقرارها يقوم استقرار المجتمع. والفرد إذا لم يشعر أن حقه مكفول، وأن من أدين له بمال أو غير ذلك إذا لم يؤدي دينه فإنه سيؤثر على العلاقة بينهما. ولذلك كان من المهم جدا أن يكون هناك استقرار في مجال المعاملات، وأن يؤدي كل إنسان ما عليه للآخر. ولذلك أوجب الله هذا الأمر، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وذلك توفيقا للدين حتى لا يضيع على صاحبه وحتى يطمئن قلبه في هذا الأمر. التيسير بيأتي في مجالات كثيرة، ومن أبرز مظاهر التيسير في المعاملات أن الله عز وجل قد خفف على المعسر الذي لا يستطيع أن يجد ما يسدد به الأمر، فجعل التيسير هو التأجيل. فقال عز من قائل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالتراحم بين الناس في أداء المعاملات وإنظار المعسر في مدة من الزمان حتى يفتح الله عليه، يعتبر ذلك من باب التيسير الذي يسر الله به على عباده في هذا الأمر. كذلك من أبواب التيسير أن يحمل الناس جميعا ضعف بعضه، فلا يجوز أن ينفرد أحد باستقلال حياته بعيدا عن النظر إلى حياة الآخرين، وإنما يجب أن يتقاسم معهم آمالهم وآلامهم. ولا يجوز أن يندفع الإنسان بحكم الأنانية ليعيش وحده في برج عاجي يتمتع بما لديه، وجيرانه جوعى أو لا يجدون ما يكفيهم أو ما يسترهم أو ما يحفظ كرامتهم من أمور المال وأمور الحياة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بحادث الأشعريين، فقال صلى الله عليه وسلم أو فيما روي عنه: كان الأشعريون إذا أرملوا أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. إن التكافل بين الناس أيها الأحباب باب عظيم من أبواب التيسير، والذين يريدون أن يغلقوا هذا الباب إذا كان بيننا ضعيف، أو إذا كان بيننا أسرة تحتاج إلى رعاية، أو امرأة تحتاج إلى رعاية، أو امرأة لها أطفال تحتاج إلى رعاية، فمن يسر الشريعة الإسلامية أنها قد كفلت لها أبواب التأمين وأبواب التعاون والتأمين من أجل وقاية هذه الأعراض ووقاية هذه الأسر من ذل الحوج أو الحاجة أو العوز. هذه الوقاية تعتبر مقصد من مقاصد الدين، حتى لا تنتهك الحرمات، وحتى لا تنتهك الكرامة، وحتى لا تنتهك الأعراض تحت ظل الحاجة. ولذلك كان التيسير والتأمين للفقراء يعتبر من أبواب التيسير في شريعة الله عز وجل. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأشعريين، وذلك حين كانوا يرملون أو يقل طعام عيالهم بالمدينة يجمعون ما عندهم في إناء واحد ثم يقتسموه بينهم بالسوية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. هذه هي صورة التكافل التي يريدها الإسلام، والتي تمثل أقصى غايات التشريع وأرقى أنواع السلوك التي يجب أن يسلكها الناس وهم في حياتهم متجهون إلى الله تبارك وتعالى وإلى سعادة أنفسهم وسعادة مجتمعاتهم. أريد أن أتكلم في نقطتين مهمتين تمثلان التيسير في الشريعة الإسلامية، وهي علاقة المسلمين حق المواطنة، حق المواطنة بين الناس وبعضهم. كلما هل عام جديد، وبالمناسبة العام الميلادي الذي حل بالأمس ونعيش اليوم أول ساعاته، أود أن أهنئ أشقائنا المسيحيين بهذا العيد، وأهنئ الشعب المصري والإنسانية كلها، لأن الإسلام لم ينزل لمصر ولا للمسلمين ولا، وإنما نزل للإنسانية كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. ولذلك فإن الزمن ملك لله عز وجل،
الزمن ملك لله بأي وصف نطلقه عليه، سواء كان بالأهلة التي جعلها الله مواقيت للناس والحج، أو بالشهور الميلادية التي يزن الناس بها أعمالهم. هذه كلها مملوكة لله تبارك وتعالى، ولا يجوز للعباد أن يختلفوا فيها. كلما حلت هذه الذكرى نجد بعض المتشددين الجهل الذين لا يفهمون أن الزمن ملك لله عز وجل، وأنه ملك لفئة دون فئة، يسألون: هل يجوز أن نهنئ أشقاءنا، أن نهنئ إخوتنا المسيحيين بهذا بعيد الميلاد؟ وأنا أقول لهم: أيها الناس، أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى جعل الكلمة الطيبة حق للإنسان، فقال عز من قائل: وقولوا للناس حسنا. وأمر الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم أن نبر من يخالفوننا في الدين، إنهم يعيشون معنا، هم إخوة وأشقاء، يقاسمون الآمال والآلام على أرض هذا الوطن، ويجابهون معنا الأخطار التي تواجهه. بالله عليكم، هل من تعاليم الدين أو من أحكام الدين أن نتركهم وأن نلابسهم العداء؟ كلما حل العام الميلادي نجد هذه الأسئلة تطرح. وقد سألني أحد الإعلاميين عن هذا الأمر: ما حكم الدين في تهنئة غير المسلمين بعيد الميلاد؟ والله أشفقت على جهلي من هذا السؤال، وقلت له: يا أخي، لا يجوز أن تقول هذا الكلام. إن من حق الإنسان، من حق الإنسان أن يسمع من أخيه الإنسان كلاما طيبا، فضلا عن أخيه المسلم الذي يعتبر قدوة، قدوة تعبر عن الإسلام وعن رحمة الإسلام وعن أخوة الإسلام وعن جمال الإسلام. هذه الأسئلة تعتبر نوع من التشدد في الدين والتزمت فيه، وهو تزمت مقيت، بل أعتبرها نطاعة في الدين. إن من يسألون كل عام عن حكم تهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد، هؤلاء الذين يسألون هذا الحكم، إنهم لا يسألون عن حكم في الدين، وإنما يتنطعون بالدين لينحرفوا به إلى التفرقة وإلى الفتنة وإلى ما ينافي مبادئ الدين. ولذلك يجب علينا أن نتعلم من ديننا التيسير في التعايش مع أشقائنا المسيحيين ومع أشقائنا من أتباع كل الأديان، وأن الدين لله عز وجل هو الذي سيحاسب عليه. والله تبارك وتعالى لم يعين أحدا قواما على دينه، الذين يعينون أنفسهم قوامين على دين الله عز وجل هم جهال لا يعرفون من أمر الدين شيئا. ولذلك يجب علينا أن نراعي هذا البعد الخطير. إنني أغتنب هذه الفرصة وأكرر للمرة الثالثة وللمرة الرابعة وللمرة العاشرة تهنئة أشقائنا المسيحيين بأعيادهم، ونحن معهم على أرض هذا البلد يد واحدة، نعيش الآلام ونعيش الآمال ونقتسم اللقمة معا، إخوة أحباء نعيش على أرض هذا الوطن، ونترك الدين لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي سيحاسب كل إنسان على دينه يوم القيامة، ولم يفوض الله أحدا أن يكون رقيبا على إنسان آخر لاختلاف دينه أو لاختلاف عقيدته. وهذا من جمال الشريعة الإسلامية ومن أبواب التيسير في هذه الشريعة السبحة. هناك نقطة أخرى اللي هي فكرة، بتقوم على فكرة المعاملات المصرفية. من يسر الله تبارك وتعالى أو من تيسير الله تبارك وتعالى على الناس أنه أباح للمعسر أن يشارك الموسر، مش عايز أقول قرض حتى لا يفهم الناس أن أخذ المال من البنوك قروض، هي ليست قرض، لأن القرض نوع من الصدقة التي يأخذها الناس من بعضه، ليس من القرض أن آخذ من البنك مبلغا كبيرا أقيم به مشروعا. من يأخذ من البنك مبلغا يقيم به المشروع لا يسمى ذلك قرضا، وإنما يكون ذلك من باب المشاركة. ومن الخطأ أن يسمي الناس هذا بالقرض، إنه نوع من المشاركة أو نوع من التمويل الذي يأخذه الإنسان ليطور نفسه ويكسب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغرم بالغن. أنا أخذت مالا فأنشأت عمارة أو مدينة سكنية أو أنشأت برجا، أليس من عدل الله عز وجل ومن عدل الإسلام أن يأخذ ذلك الذي يسر علي وأقرضني أن أعطيه حقه في الزيادة المالية التي أحدثتها؟ أخذ منها المال لأغتني به، ثم إذا ما سألني نصيبا من هذا القدر أقول له: إن ذلك قرض، وإن ذلك من باب الربا، إلى غير ذلك مما يتقول به من لا يعرفون أحكام الله عز وجل. إن التعامل مع البنوك مشاركة مالية،
يحكمها الاتفاق ولا تخضع لأحكام الربا بحال من الأحوال. والذين يريدون أن يصوروا هذا الأمر على أنه ربا من أجل إرباك حياة الناس ومن أجل إرباك مسيرة التعامل فيما بين الناس وفيما بين الدولة والدول الأخرى، هؤلاء لا يفهمون معنى الإسلام ويضلون الناس بغير علم، ويتبعون منهج التعسير والتفتيت والإشقاق على الناس، وهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، وليس مما يرضاه الله عز وجل، وليس من التيسير. كذلك أيضا من الأمور التي شرعها الله عز وجل تيسيرا على الناس التراضي فيما بينهم في أمور المعاملات. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتجارة هنا ليس المراد بها التجارة المعروفة في المحلات وفي المعارض وغيرها، وإنما المراد بها التجرة أي تبادل المال والأشياء على سبيل الاعتياد كما يحدث بين الناس في الأمور العادية وفي أمور التجارة الخاصة. الله تبارك وتعالى جعل التراضي هو الأصل. الرضا محله القلب، والقلب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإذا إحنا عايزين نعرف اللي بيتراضى معايا ماذا يريد، هل أعول على ما في قلبه ولا أعول على العبارة والكتابة التي نكتبها؟ من يسر الله عز وجل أنه عول على الأمر الظاهر وهو اللفظ أو الكتابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقتطع له قطعة من النار. هذا الحديث يدل على أن المعول عليه هو اللفظ الظاهر، هو اللفظ الذي يجب أن يظهره الإنسان وأن يتلفظ به. ولذلك عند إبرام العقود لا بد أن نتفق على كل شيء. وبهذه المناسبة، العقود كثيرة في الإسلام، كل عقد محله مصلحة من المصالح يعتبر من العقود المشروعة في دين الله عز وجل. ومن هذه العقود الزواج. أليس من حق الزوجين أن يعرف كل واحد منهما ما في قلب الآخر حتى يكون المؤمنون على شروطهم؟ إن التراضي يقتضي الإفصاح، وليس من التراضي أن يكتم الخاطب سرا من الأسرار التي قد تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية أو تؤدي إلى الإضرار بالزوجة مستقبلا. وقد سئلنا من بعض الناس عن فتاة تزوجت بشخص كان مريضا بمرض خطير، فما أن تزوجها ودخل بها وعاش معها عددا من الشهور حتى حملت منه ومات قبل أن تضع الحمل، وجاء أبوها يسأل: أما كان من حقي أن أعلم من أهل هذا الولد الذي تزوج ابنتي ومات عنها، أما كان من حقي أن أعلم، أما كان من الواجب عليهم أن يبصروني بهذا الأمر؟ لقد كانوا يعلمون أن ابنهم على خطر عظيم، وأن مرضه لا علاج له، وأنه صائر حتما إلى الهاوية كما أخبرهم الأطباء، ولكنهم دكنوا هذا الأمر وأخفوه حتى دخل بالبنت، فمات وهي حامل وعمرها لا يتجاوز 24 سنة أو 23 سنة، وأبوها يبكي يقول لي: ماذا أصنع؟ وأنا وجدت نفسي والله في حيرة، ماذا أقول لهذا الإنسان؟ والحمل الذي في بطن هذه الفتاة المسؤول عنه جد هذا الولد، هو محرم له إن كان بنتا، وهو من ذوي قرابته إن كان ذكرا، فالأمر خطير. إن ذهب للتقاضي تقطعت صلة الأرحام وتقطعت صلة القربة، وإن سكتوا الأب في كمد وفي غم كبير لما أصابه من ذلك التتكين على هذا الأمر وعدم التصريح بحقيقة الأمر في هذا الموضوع. يجب علينا أن نكون ميسرين وأن نتبع منهج الشرع وأن نحرص على التراضي فيما بيننا وأن نقيم حياتنا على الصراحة وعلى اليسر وعلى التسيير. أدعو الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في أمور ديننا. اللهم فقهنا في أمور ديننا يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، ووفق اللهم من أقام هذه الندوة المباركة لكل خير ولكل طريق صحيح في الدعوة إليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا، واحفظ رئيسنا، واحفظ حكومتنا، واحفظ جيشنا، واحفظ شرطتنا، واحفظ كل من يقدم لهذا البلد خيرا، فإنك أنت أرحم الراحمين،
وإنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.